فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. نعم، هذا باب الموالاة، باب الولاء والبراء من اليهود والنصارى وسائر الكفرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية بفتح الواو معناها المحبة والمناصرة والمعاونة لهم، نعم، والمعاونة للكفار، فإنه لا يجوز. ولهذا قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار في المواريث وفي المناصرة وفي المحبة في القلوب، لأن محبتهم في القلوب تجر على إلى التشبه بهم في الأعمال. لذلك الله حرم موالاة اليهود والنصارى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال: بعضهم أولياء بعض، هم يتولى بعضهم بعضا في التوارث وفي المناصرة وفي محبة بعضهم لبعض، أما أنتم فأنتم منهيون عن موالاتهم. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم يعني بالمحبة والمناصرة والمتابعة فإنه منهم، أي على دينهم. هذا يدل على أن موالاة الكفار أنها كفر، فإنه منهم بمعنى أنه مثلهم في الكفر والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم على المسلم. والموالاة تختلف، منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون فسقا ومنها ما يكون معصية، تختلف باختلاف مواردها، ولكن هي على العموم محرمة من جميع نواحيها. وفي هذا رد على المنافقين الذين يوالون اليهود من دون المؤمنين. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني أهل النفاق، يسارعون فيهم يعني في اليهود، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أنهم ينتصرون ويتقوون ويكون لنا يد عندهم، إذا انتصروا يكون لنا يد عندهم ما يضروننا. فهم يسيئون الظن بالله ويحسنون الظن بأعداء الله والعياذ بالله، وإلا لو أحسنوا الظن بالله وتوكلوا على الله لم يتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي النصر، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبح المنافقون نادمين على ما حصل منهم، لأنهم اعتمدوا على ضعيف وانهار وانكشف أمرهم. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، انكشف أمرهم والعياذ بالله وافتضحوا، لأنهم كانوا يحسنون الظن باليهود ولا يحسنون الظن بالله ولا يتوكلون على الله.